كم استطاع الشعر الشعبي فعلا القريب للقلب بأنه يصلح علاقات اجتماعية أو يصلح على سبيل المثال يعطينا نموذج لعلاقات إيجابية؟ يعني أنا بتذكر قصيدة أيظن غنتها الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة بعد ما غنتها، هي طبعا كلمات نزار القباني الشاعر الكبير. كثير من العلاقات الأسرية بين الأزواج أو العلاقات كثير تصلحت. فكم بيستطيع فعلا الشعر الشعبي بأنه يرمم كثير من العلاقات أو كثير من المواقف أو العلاقات الاجتماعية بشكل عام؟ طبعا الشعر، أنا دائما أحيانا أمشي بالشارع يعني أزواج يعني أصادفهم يقولون إحنا طلقنا وقصيدتك رجعتنا يعني سبب قصيدة والله موقف يعني. ومرات يعني مرة واحد دخل علي قال لي تدمرتني كتب لي يعني صورت يمزح هذا بس لا طلق ما رجع لا هذا كان يحب وحدة وهي عايشة برا تمام وبعدين عقدوا يعني خطب وكذا وبعدين صار خلاف انفصلوا وهي نشرت القصيدة اي قصيده كانت بس هو صدق ما قال انا صورت القصيده عليه كان عندي مبلغ يقول صرفته ورحت الجو بارد رحت للسويد يقول تفاجئها يعني يعني قلت لها باوع من الشرفه شوفيني يقول قالت له روح ما استقبلك يعني هو تخيل القصيده بها دعوه انه يعني تعال ومشتاقه قلت لها ما قلت لك روح للسويد يعني الحمد لله لا الشعر يعني حتى الشعراء كان لهم دور بدرء الفتنة بالعراق احنا مرت علينا غيمة سوداء هاي الطائفية وكذا الله بعتها ان شاء الله ايضا الشعراء كان لهم دور توحيد الشعب على نبذ الفتنة وعلى رسالة فالشاعر القصيدة الشعبية انا لفت نظري كاتب ما يحضرني اسمه كاتب يكتب روايات فصيح فالتقوا بي قالوا له انت ضمن جمل شعبيه ضمن الروايه انت السيء للغه الام قال لهم اللغه الام لغه امي الله اما هذه تحشون عنها امتحن بها بالمدرسه مره ارسب ومره انجح